السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة الخامس الابتدائي، أهلا وسهلا بكم في أسئلة مادة الرياضيات امتحانات نهاية السنة 2022-2023. السؤال الأول، فرع ألف المتر المكعب يساوي 1000 لتر، أكتب 618 لترا على صورة كسر اعتيادي وكسر عشري من المتر المكعب. فرع باء، قطع عداء مسافة 10.1 على 4 كيلو متر في الساعة الواحدة و9.1 على 3 كيلو متر في الساعة الثانية، كم كيلو متر قطع العداء في الساعتين؟ السؤال الثاني، الإجابة عن فرعين فقط، جد الوسط الحسابي والمنوال 5 6 16 7 5 6 34 6 5. جد قياس فرع باء، جد قياس الزاوية المجهولة سين لكل من الأشكال التالية: الشكل الأول شكل مثلث بزاويتين 35 و40، والشكل الثاني شكل رباعي بثلاث زوايا 125 56 135. فرع جيم، جد ناتج لاثنين من ما يأتي: أولا 3 على 7 في 21، ثانيا العدد التالي اللي هو 350 مليون أكثر، خلينا نقول أحد، عشرات، مئات، ألوف، عشرات الألوف، مئات الألوف، ملايين، أحد الملايين، عشرات الملايين، مئات الملايين، 35 مليار و458 45 مليون و847 ألف و362 زائد 48 مليار و95 مليون و753 ألفا و801. ثالثا 4200 تقسيم 7. نكمل السؤال الثالث، يقول قاعة أفراح مربعة الشكل مساحتها 225 متر مربع، ما طول ضلع القاعة؟ فرع باء، قارن بوضع علامة أكبر أو أصغر أو يساوي لاثنين فقط: أولا 3300 غرام علامة 3 كيلوغرام، ثانيا 900 كيلوغرام و9 طن، 83 بالألف و37 بالألف. السؤال الرابع، الإجابة عن فرعين فقط، جد قاف ميم ألف للأعداد 3 6 9، اكتب الصورة التحليلية للعدد التالي اللي هو، خلينا نشوفه، أحد إننا 9 مليار و410 مليون و587 ألف و72. جيم، جد ناتج مما يأتي: أولا 11 للأس 2، ثانيا 7 للأس 3. السؤال الخامس، جد مساحة مثلث طول قاعدته 22 سنتيمتر وارتفاعه 8 سنتيمتر مستعملا الخطوات الأربعة. فرع باء، الإجابة عن واحد فقط، جد كسرين عشريين يقع بين 101 بالألف و114 بالألف. ثانيا، كم ثانية في دقيقتين؟ هذا النموذج الأول. نجي على النموذج الثاني أيضا، السؤال الأول، أجب عن خمسة من ما يأتي: أولا حدد إذا كان المستقيمان متوازيين أو متعامدين، حل الجملة العددية المفتوحة اللي هي أعلى ما أعتقد يعني 5 مليون تساوي 8 مليون. ثالثا، حول الكسر الاعتيادي إلى كسر عشري 1 على 5، أكتب كل من ما يأتي على صورة كسر عشري 537 جزءا من الألف. خامسا، 90 مليون فراغ عشرات الملايين، الصورة الرقمية هي فراغ. سادسا، حدد إذا كان العدد أولي أم غير أولي 16. السؤال الثاني،
ما مساحة مثلث طول قاعدته 12 سنتيمتر وارتفاعه 8 سنتيمتر؟ فرع باء، قدر ناتج الجمع أو الطرح بالتقريب لأقرب مليون. الرقم الأول 541 مليون و27، والثاني 208 مليون و12، ثانيا 8 ملايين و600 ألف، والثاني 3 ناقص 3 ملايين و200 ألف. السؤال الثالث، فرع ألف، جد الجذر التربيعي لاثنين فقط للأعداد التالية: أولا 100، 2 64، 3 169. فرع باء، قارن بين الكسور العشرية مستعملا الرموز أكبر أو أصغر أو يساوي 521 بالألف و285 بالألف، ثانيا 470 بالألف و5 عدد صحيح و431 بالألف. السؤال الرابع، اشترى يوسف 3/4 كيلوغرام من الحلوى، أكل منها 3/5 كيلوغرام، فكم كيلوغرام بقي من الحلوى؟ فرع باء، جد الجذر التكعيبي لاثنين فقط من ما يأتي: أولا 8000، ثانيا 125، ثلاثة 343. السؤال الخامس، فرع ألف، جد القاسم المشترك الأكبر قاف ميم ألف والمضاعف المشترك الأصغر ميم ميم ألف للأعداد التالية: 15 و30. فرع باء، جد ناتج ما يأتي: أولا 68440 تقسيم 2، ثانيا 117 في 8. السؤال السادس، جد الوسط والوسيط والمنوال والمدى للبيانات التالية: 5 6 16 7 5 6 34 6 5. فرع باء، جد ناتج الضرب: 2/32 في 8/10، ثانيا 3/5 في 10. النموذج الأخير عندنا السؤال الأول، املأ الفراغات لخمس من ما يأتي: أولا فراغ مستقيمان البعد بينهما ثابت ولا يلتقيان، ثانيا الصورة الرقمية للعدد 5 مليار يساوي فراغ، ثلاثة سن 6 طن يساوي فراغ كيلوغرام، أربعة قرب لأقرب جزء من 100 456 بالألف، خامسا 2500 تقسيم مربع فارغ يساوي 500، الجذر التربيعي للعدد جذر 64 يساوي فراغ. باء، في حفل مدرسي أقيم بمناسبة يوم الطالب، حضرت المعلمة 16 قطعة حلوى، 3/4 القطع بطعم الكاكاو والباقي بالعسل والجوز، ما عدد قطع الحلوى بالكاكاو؟ السؤال الثاني، أجب عن فرعين فقط، جد الوسط الحسابي والمنوال والمدى للأعداد التالية: 5 6 16 7 5 6 34 6 5. فرع باء، جد الجذر التكعيبي للعدد 729 بطريقة التحليل إلى عوامله الأولية. جيم، وزعت معلمة التربية الفنية 1260 قلما من الأقلام الملونة على تلميذات الصف الخامس وعددهن 84 تلميذة بالتساوي، ما حصلت كل تلميذة؟ السؤال الثالث، جد الناتج لأربعة فقط: أولا 94550 تقسيم 5، 152 في 36، 2 عدد صحيح و2/7 زائد 3 عدد صحيح و3/4. رابعا، حول الكسر الاعتيادي إلى عشري: 1/5، 3 ناقص 643 بالألف. السؤال الرابع، أجب عن فرعين فقط: أولا جد المضاعف المشترك الأصغر ميم ميم ألف للعددين 4.6، باء، ما مساحة المثلث طول قاعدته 18 سنتيمتر وارتفاعه 8 سنتيم؟ جيم، احتاج سعيد إلى 7/9 متر من الحبال، لذا وصل حبلا طوله 1.3 متر بحبل آخر طوله 5/9 متر، فهل يفي الحبل الموصول بالغرض؟ سؤال خامس، الجدول التالي بين الأهداف التي سجلها همام وهشام ورياض في مباراة كرة اليد، اثبت البيانات بطريقة أخرى تساعد على المقارنة لمعرفة أيهما أكثر أهدافه، مثل بالنموذج: همام هشام رياض 5 7 6، جد قيمة الزاوية المشغولة في الشكل شكل رباعي، الزوايا 75 75%. هذا كل ما موجود. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.